Huzur 7. انتظرنا حتى يكون شوية ساخن. الآن نعتقد خلاص جاهز. ونكب البذور على الخزنة. هكذا كبينا بذور عند الخزنة. الآن أعمل ستارت وأنتظر أن يطلع البذور من هنا. بدأ يشتغل الماكينة. طيب بعض الأحيان موتور يتجه على الورا، كيف أتأكد؟ أشوف هنا يمين يتجه على اليمين، معناه يعصر على خريطة القدام. بعض الأحيان ناس يخلق بهذا. الآن نشوف بذورات الأخرى يطلع كده. يبدو تعصر، بدأت تعصر شوية. بخ لازم يطلع مثل الغلط. ننتظر كيلو كيلوتين في البداية يمشي، ننتظر حتى يطلع قطرات البذور من هنا. بدأت قطرات البذور. دقيقة ننتظر ثانية، بعدين سأركب هذا متوسط، مش أكبر ولا أصغر، لأنه أنا شايف يعني إذا عملت بريس هكذا جيد. سأركب 15. ماذا فعلنا؟ كبينا البذور. بدأنا. طيب بذور يكون متوسط، يعني لازم يكون بذور موجود حتى هكذا. الآن سأوقف الماكينة، أركب 15 وأستمر. حتى أريد أخذ زيت كثير والمخلفات يكون مؤثر. وقفت الماكينة، بنظف هنا. الحمد لله. شنو بالصنعة هذا؟ ألرجي ماشين تطلع. جيدا. الان اعمل ستارت. طيب قبل غلي كنت اشرح، الان بالواقع يفرجي لكم. حينما ركبنا هنا بشوف هل البذور يجي ام لا يجي. طيب بذور يجي. طيب ركبنا 15، ولكن كل ما يكون هنا ليس سوفت، يعني يكون هارد. هارد بمعناه يعني متجمد. كلما يكون مخلفات متجود تستفيد اكثر. هنا يكون زي باودر كده حتغير. الان قلت انا اريد اشد السحب هارد، ماذا اعمل؟ اوقف واغيره باقل بواحد. وقفته. الان افتحه. عصارة يشتغل. هذا 15 كبير، إذا 12 ملم بركب. هنا كما ترون يطلع هكذا البذور. إذا ما أحب 12 حتى بنزل أقل، ولكن واحد واحد، ليس من الأكبر على الأصغر. أنا ركبته، أشوف من هنا يجي بذور.
يجي من نوعية البذور كمان يكون هكذا. الآن أنا أتأكد هل نحن نعصر جيد أم لا؟ ليس. أخذ مخلفات أطحنه بيدي أشوفه هل في أثرات الزيت؟ ما بقي أثرات الزيت. يعني لو كان يبقى زيت عند بذور يكون سأرى أثرات الزيت؟ ما في، ما في أي أثر زيت سيبقى. يعني معناه ماكسيموم زيت نأخذه من بذورتنا. الآن أشغله بعشرين هرتز، أريد أزيده. زادت سرعة أكثر. سرعة هكذا، شوف الخزنة. نشوف الخزنة. هكذا يأخذ. الأفضل، الأفضل السرعة كم؟ الآن طبعاً حينما نعصر سرعة قد يكون من السرعة شوية زيت يبقى عند البذور، ولكن أنا الآن شايف ما في يبقى أثر زيت إلا يمكن شوية. بهذا السبب عملنا سرعته عالية، لا يوجد ستاندرد في السرعة، ولكن نورمالي 35، لا نزيد من 35. إذا أثرت كثير يمكن تخسر 2% 3% من الزيت. ها إذا تقول عندي ليس مشكلة 2% 3%، تجعل ماكسيموم سبيد شوية شوية. أنا الآن عملت ماكسيموم سبيد. شوف الخزنة كأنه انتهى البذور. طبعا قبل أن ينتهي أنا أضيف البذور الجديد. هذا كمان نقطة مهمة، بذور يكون متواصل. يعني هنا في أسنان المطحنة، يعني بذور قبل أن ينتهي لازم تكبونه جديد. أنا شمي ألم، أنا يعني أوبريتور، أعمل كنترول جميع الأمور. سبيد الماكينة بيشوف حرارة، يشوف أكثريا حينما بدأتم ستار دائما تعمل لنا كنترول نظري، ليس صعب، كنترول نظري على المعصرة، هل بذور يخرج هل بذور يدخل. زيت تازو ذات نفسه ينزل، ولكن أنت تعمل كنترول فقط، بذور يخرج بذور يدخل مخلفات يخرج. إذا بذور يدخل مخلفات لا يخرج في غلط، في مشكلة، في غلط. إما بذور رطوبة، في شيء آخر، في أو عملت عيار غلط. أنا ركبت 12 وأشغل ماكسيموم سبيد تقريبيا 3 كيلوغرام خلال 5 دقائق خلصنا. استطيع أن أزيد الكاباسيتا حتى يصير 15-20 كيلوغرام بالساعة. ماكسيموم هرس زيت كيف ينزل؟ شوفوا سرعة زادت. حينما زدت السرعة أنا نظري أعمل كنترول، مخلفات يخرج بذور يدخل، مخلفات يخرج بذور يدخل. كمان اعمل هكذا، تلخبطه بذور او تعمل كده. الآن غيرنا نوعية البذور، كبينا بذور السمسم آخر. بهذا السبب خفضت السرعة. لا أعرف يعني ما هو يعني منتج جديد، بذور جديد طبيعته مختلف. بهذا السبب وقفت شوية، يعني ما عملت السرعة جديد كثير. والآن حينما كبيتم شوال جديد دقيقة كنترول، مخلفات يخرج بذور يدخل يطحن. الآن أنت بهذا الموضوع، لكن كل ما زدت السرعة كل ما قلت الإنتاجية تحت الزيت، تقل يعني يكون قليل الإنتاج، ولكن خسارة مش يكون كثير. ماكسيموم 5% عند بذور الصغيرة، عند بذور مثل الفلسوداني يكون 8% 10%. كلام. ها
هذا 10% كمان لا ترى انه بسيط، هذا مهم جدا على حسب موضوعك. واهم حاجة الحرارة، الحرارة هنا لازم تكون 100 زايدة شوية اقل شوية. نستطيع نعمل كنترول زيت بارد. في اللازر لو كان عندنا لازر كان نشوف درجة الحرارة بدقة هنا، يعني زيت مش محترق مش 100 تبه. لو كان يطلع زيت بالمية درجة الحرارة هل استطيع نضع أصابعه؟ لا يكون محترق بارد جدا، حتى استطيع نشوف طعمه مباشرة. طيب كبينا البذور، شفنا نفس الطريقة يعصر. شوية صارت لين لأنه نوعية البذور مكشورة في العادة مكشور، يعني مكشور. ليس مناسب لإنتاج الزيت. أيوة. إنتاج الزيت سمسم التجاري الذي يقولون يعني سمسم الجاف هو المناسب. ويكون نظيف. يكون نظيف. ألف شكر، ألف شكر يا باشمهندس يونس. تبقانا بسلام إن شاء الله. أكيد. نخلص. مع السلامة.